السلام عليكم خواتاتي، اليوم جبت لكم واحد الوصفه باش نهنيك من تساقط الشعر. عندنا وصفه سهله وبسيطه وبم واحد المكون اللي اغلبيه كيكون عندنا في الثلاجه، والمكون الثاني فهو ضروري في كل بيت مغربي اللي هو زيت الزيتون. والمكون الثاني هو الفلفله، فلفله حلوه خضراء، اللي خضراء يعني الفلفله ديالنا خضراء. كنجيبوا فلفله وحدة صغيرة متوسطة ولا نص فلفلة محكوكة كما كتشوفوا معايا. عندي هنا نص كاس ديال الزيت الزيتون، تقدروا تضعفوا الكمية إلا كان شعركم طويل، وإلا كنتو غديريها أنت وصحاباتك ولا أنت وخواتاتك ولا، فكتضعفوا الكمية. أنا غادي نستعمل نص كاس ديال الزيتون ونص فلفلة كبيرة، كانت عندي فلفلة كبيرة، نص فلفلة كبيرة محكوكة. غادي نجيب واحد القارورة اللي غادي ندير فيها، غنديرو فيها نص كاس ديال زيت الزيتون، كنضيفوا عليها كما قلنا الفلفله محكوكه. كندير هذا الخليط كنخلطو، كنديرو في حمام مريم واحد ربع ساعه هكاك ل 20 دقيقه، المهم حنا كنديرو في برماري وكنخليوه حتى يسخن هذاك الخليط، وكي يعني كيطلق هذه الفلفله غنيه فيتامين سي، وطبعا العديد من الفيتامينات ولكن اغلبيه فيها هو فيتامين سي، فيها فيتامين سي اكثر من اللي كاين في البرتقال وفي الجزر. انا غادي نخلطها كما كتلاحظوا معايا، غادي ندير الخليط ديالي كما قلنا في حمام مريم ونخليه واحد ربع ساعه. من بعد كنخليوه واحد يومين ثلاث ايام وكنصفيوه مزيان وكنديروه في واحد القاروره، وهكذا كنستعملوه، كنرشوا به الشعر ديالنا، كندهنوا به. بغينا نديروا به حمام زيت يعني قبل الدوش ديالنا، كنغطروا شعرنا مزيان وكندهنوا مزيان، ندهنوا الفروه ديال الشعر ديالنا، وكنديروا عليه واحد المنديل وكنخليوه هكاك واحد الساعه ولا 20 دقيقه ولا نص ساعه ولا المهم انت ديريك، وروحي وجدي الحمام ديالك على خاطرك وغسليه عادي، ونقدي دهني به شعرك هكا الا كان عندك الشعر ناشف تقدي دهني به شعرك، وهكذا فهو كيعطي واحد النتيجه رائعه، وخصوصا المداومه ثم المداومه. حنا الوصفه الطبيعيه كنديروهم ولكن كنعكزو اننا دائما نبقاو كنداومو عليهم، ولكن الا درتي واحد الكميه ودرتيها قدامك فين ما تمشتي شعرك دهني به، ولا من تبغي تدوشي دهني به. في البرد كنعكزو، مي دابا الصيف تدواش يوميا تقريبا، فهو كيوقف تساقط الشعر. وهنا عندي عند تجربه، وهاد الوصفه ما جايبهاش من عندي، كنجيب لكم وصفات اللي سمعهم عند خبير تجميل. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش التعليقات ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك.